أحسن الله إليكم صاحب الفضيلة. هذا السائل يقول: المسلم صاحب الكبيرة إذا مات عليها وقضى الله أن يدخله النار بسببها، فهل ينعم في قبره ويرى مقعده من الجنة لأنه مسلم، أم ماذا يكون حاله؟ نعم، المؤمن على خير إن شاء الله في الدنيا وفي القبر وفي الآخرة، ولو ناله شيء من العذاب فإنه مآله إلى الجنة. نعم.